أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن توجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ستجعل من الرياضة البحرينية أكثر قوة وحضورا في مختلف المحافل الدولية، وستأخذ موقعها الطبيعي في الارتقاء والتقدم والوصول إلى أعلى المستويات، مشيرا سموه إلى أن جلالة الملك المفدى مهتم كثيرا بالرياضة البحرينية ويوجه دوما إلى سرعة حل الملفات التي تواجه الرياضة البحرينية والعمل على حلها بما يحفظ الحقوق والعدالة بين الجميع. جاء ذلك خلال اللقاء التاريخي الذي جمع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالأسرة الرياضية، وذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من الوزراء وأعضاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة شؤون الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية ورؤساء الأندية الوطنية واللاعبين المدعوين، والذي حسم من خلاله سموه ملف مستحقات الرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في كلمة ألقاها في اللقاء: أعتبر هذا اللقاء بمثابة اللقاء التاريخي والاستمرار في مشروع جلالة الملك المفدى في دعم القطاع الرياضي في المملكة والوقوف إلى جانبه والاستكمال للأساس الصحيح الذي أسسه من كانوا قبلنا في تحمل المسؤولية تجاه الحركة الرياضية في المملكة. وأكد سموه أن ملف مستحقات اللاعبين كان الأولوية، وقال: الاهتمام باللاعب والعمل على توفير البيئة المثالية للارتقاء به باعتباره هو الأساس للرياضة البحرينية، وهو اليوم أولويتنا ونسعى إلى توفير العدالة له، واجتماعنا اليوم هو لحسم ملف مستحقات الرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين وتسلمهم لكافة مستحقاتهم، لنبدأ الالتفات إلى ملف آخر والعمل على حله بسرعة، والتركيز أساسا اليوم على العدل والعدالة والمحافظة على الحقوق. وجلالة الملك دائما ما يركز في جميع خطاباته على أساس إقامة العدل بين الجميع. وكشف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن خطة دفع المستحقات المالية للرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين، وقال: أي لاعب لديه مستحقات مالية متأخرة عليه التقدم إلى وزارة شؤون الشباب والرياضة وتسجيل مستحقاته المالية، ثم تعرض هذه الكشوفات على النادي ليؤكد أحقية اللاعب في هذه الاستحقاقات، وفي حال نفي النادي لهذه المستحقات تتحول إلى لجنة التحكيم، وهي جهة مستقلة للنظر في هذه المستحقات لتحقيق العدالة كاملة، وبعد التأكد من هذه الاستحقاقات يتم إيداع المبلغ في حساب اللاعب عن طريق بنك البحرين للتنمية. بعد ذلك قام رؤساء الأندية الوطنية بالتوقيع على اتفاقية حسم ملف مستحقات الرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين، ليتم البدء في اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة لإنهاء الملف بصورة حاسمة وتسليم المستحقات المالية للجميع في أسرع وقت ممكن. وأشاد رؤساء الأندية الوطنية بخطوات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والرامية إلى حل مستحقات الرياضيين والإداريين والفنيين والمدربين بصورة نهائية، الأمر الذي يؤكد توجهات سموه للارتقاء بالحركة الرياضية في المملكة، كما أشادوا بتوجهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المستقبلية لحل جميع الملفات ومن بينها ديون الأندية. اليوم تركيزنا أساسا هو العدل، ثم العدل ثم العدل، والعدالة والحق هو أصلا قلب مشروعنا اللي احنا أنشأناه، اللي هو مشروع استجابة. لو تشوفون استجابة من كل الزوايا بتكتشفون أنه هو ينص إلى العدل وحفظ الحقوق، لأنه أنتوا تعرفون احنا أساس حكم سيدي جلالة الملك الله طول عمره، بين كل حين وحين تسمعون من عنده يتردد كلمة هذه بلد المؤسسات والقانون.
سيدي جلالة الملك هو أكبر داعم لحقوق الشعب وحفظ هذه المؤسسات واستقلالية القضاء وجعل الأمور تمشي بالحق، وكل ذي حق حقه. فمعناته احنا اليوم لازم ان احنا نتبع قيادتنا الرشيدة في سياستهم، يجب علينا ان احنا نتابع هذه الأمور بكل شفافية، وإذا كانت عندنا أي قصور ما ندسها ولا نخشها عن بعض، احنا نبرزها عشان نعالجها. سطر جديد في سطور برنامج استجابة الذي أطلق السنة الماضية من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، كتب من خلال اللقاء التاريخي الذي بدأ اليوم مع الأسرة الرياضية لحسم ملف دفع مستحقات الرياضيين. فهذا اللقاء حضن أندية البحرين تحت سقف واحد في انطلاقة حاسمة لحل مختلف المشاكل التي تواجه هذا المجال. تبع صفحة جديدة بالنسبة حق اللاعبين، وهذا اندفاع لهم، وهذا شيء يشرف الصراحة. فنبارك بهذه اللحظة التاريخية بالنسبة حق اللاعبين. أسعدنا كثيرا وشال عنا هم كبير بخصوص الديون اللي على النادي للإخوان لاعبين وفنيين وإداريين، وإن شاء الله مثل ما يقولون بداية الخير قاطرة إن شاء الله. ونشكر سموه على اهتمامه، وإحنا إن شاء الله يد اليمين ونوقف مع كل توجيهاته وكل ما يدور في باله لخدمة الشباب البحريني والرياضة عامة. اللقاء التاريخي كان لقاء نشطا، حيث ناقش سموه مع المدعوين عدة قضايا تخص المجال الرياضي والرياضيين بكل شفافية وصراحة، داعيا سموه رؤساء الأندية للتناقش ووضع مشكلاتهم بكل أريحية على طاولة الحوار لكي يتم مراجعتها وتحليلها من قبل المختصين والمسؤولين الرياضيين وتبادل الأفكار والمقترحات ضمن هذا اللقاء الذي حرص سموه على أن يكون حلقة وصل مباشرة بين الرياضي والإدارة. ومثل ما وعدنا الشيخ ناصر أن الخير جاي، وإن شاء الله بيكون هناك دور إلى اللي هو تغطية المستحقات. طبعا الأمور بتكون إلى الأفضل والأفضل والأفضل، ونتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق، وإن شاء الله الأيادي البيضاء تبقى على طول مع اللاعبين ومع الإداريين. لنا الفخر والسعادة أن احنا نلتقي بالشيخ اليوم وهو يقدم توجيهات لنا، واحنا يعني كأندية حاضرين ان احنا نقوم بكل ما يتطلبه من حسم هذا الملف، وان شاء الله بيكون هناك تعاون من وزارة الشباب، ونتمنى ان شاء الله اللاعبين ياخذون مستحقاتهم باكملها، وان شاء الله الامور الى خير ان شاء الله. برنامج استجابة انطلق ليستجيب لكل القضايا التي تطرح من قبل الشباب والرياضيين، فهذا البرنامج بني على أسس واضحة، فالعدالة والتنافسية والتطوير ترجم اليوم خلال هذا اللقاء التاريخي.